الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة. إحصاء جديد لرويترز يؤكد اقتراب حصيلة إصابات كورونا في العالم من 122 مليونا. وإدارة بايدن تدرس إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان حتى نوفمبر القادم. السادسة صباحا في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا ومرحبا بحضراتكم. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على الأهمية القصوى لقضية سد النهضة باعتبارها مسألة أمن القومي وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد. جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث بحث موضوعات التعاون الثنائي. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تفعيل أطر التعاون المتبادل في مختلف المجالات، وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة. ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصعيد العسكري في المعارك الدائرة في مأرب باليمن، وقال المجلس إن أعمال العنف تهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في وقت تزداد فيه وحدة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه لا ينبغي السماح بجر لبنان إلى حرب أهلية، واتهم نصر الله في كلمة له جهات خارجية وبعض الجهات المحلية لم يسميها، اتهمها بالدفع تجاه حرب أهلية. ويعاني لبنان أزمة مالية تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 75 إلى 1990 من القرن الماضي. أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 121 مليونا و 490 ألفا على مستوى العالم أصيبوا بفيروس كورونا. وبحسب الإحصائيات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 2,810,000، فيما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. قالت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن يدرس الإبقاء على قوات بلاده في أفغانستان حتى نوفمبر المقبل بدلا من مايو، وهو الموعد المحدد في الاتفاق مع طالبان. ونقلت شبكة سي إن إن عن أحد مصدرين قوله إن بايدن قال المبعوث الأمريكي روبرت مالي إن الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران ضد القوات الأمريكية في العراق تصعب على إيران على إدارة بايدن حشد الدعم الداخلي لمبادراته الدبلوماسية والمتعلقة بإحياء المحادثات مع طهران. وقال روبرت مالي في مقابلة مع إذاعة فويس أوف أمريكا أن هذه الهجمات لا تساعد المناخ الداخلي في الولايات المتحدة لإحياء المحادثات، مضيفا أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم يقوم به حلفاء إيران في العراق أو أي مكان آخر، وستستمر في التعامل مع التهديدات بكل حزم.
نهاية الموجز نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل استقطاب رأسي. الشكر لكم مني همام مجاهد على متابعتكم الكريمة، دمتم في أمان الله.